وكتجد الإشارة إلى أن برنامج مدن بدون صفيح التي كلف خزينة الدولة ميزانية إجمالية كتناهز لحد الساعة 45.7 مليار ديال الدرهم، ساهم منذ انطلاقه في تحسين ظروف عيش أكثر من 347 ألف أسرة بنسبة معالجة بلغت 75%. كما ينبغي التأكيد هنا أن 61 مدينة مغربية أصبحت بدون صفيح، وكل ذلك بفضل اعتماد مقاربة منسجمة أثبتت فعاليتها في القضاء على المدن الصفيحية في عدد من الحواضر الكبرى. ولا تفوتني الفرصة للتأكيد على المجهودات المضاعفة التي تبذلها الحكومة لتنزيل الآثار المنتظرة من هذا البرنامج الملكي ذي الأبعاد الاجتماعية، حيث عملنا خلال هذه الولاية على تسريع وتيرة تحسين ظروف سكن حوالي 44 ألف أسرة، حيث ارتفع المعدل السنوي للإنجاز من 6200 أسرة مستهدفة في الفترة ديال 2018-21 إلى أكثر من 18 ألف أسرة سنويا خلال السنتين الماضيتين، أي بحوالي 3 ديال الأضعاف، مع مضاعفة وتيرة الإنجاز خاصة بالمناطق والتجمعات الحضرية الكبرى كالدار البيضاء ومراكش تمارة وصخيرات وسلا، وذلك بالموازاة مع مضاعفة التدخلات الهاتفة لحد من ظاهرة تزايد ضوء الصفيح والتي تراجعت وتيرة انتشارها خلال السنتين ونصف الماضيتين بنسبة ناقص 48%، حيث انتقل معدل التزايد من 10400 أسرة سنويا بين 2012-2021 إلى أقل من 6500 أسرة سنويا خلال الولاية الحكومية الحالية. أغتنم فرصة المرور أمامكم حضرة السيدات والسادة للتنويه بالمجهودات الممدولة من طرف مصالح وزارة الداخلية والإدارة الترابية وعلى رأسهم السادة الولاة والعمال للحد من هذه الظاهرة وكبح كل مظاهر الهشاشة والفقر داخل المجالات الحضرية والقروية.